بتنازل عن دوامي. Made me work hard on myself. Made me learn from every single thing that happens in a day. خلال التفكير في السعادة التي سأشعر بها بعد إنجاز المهمة. Have faith in their abilities. Take up challenges and make the best out of them. وأدعوهم للفخر بما أنجزنا. هذا البلد الكريم الذي نتشرف جميعا بالانتماء إليه. كل عام والمرأة العمانية بألف خير.